مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أفريقيا، لقاء أسبوعي يتجدد معكم على شاشة النيل، نتناول خلاله أهم الأحداث والمستجدات على الساحة الإفريقية. نبدأ معكم جولتنا الإخبارية وأبرز أحداث القارة السمراء على مدار أسبوع بعد الفاصل. والبداية من مصر، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ورحب بالجهود المختلفة التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية ما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية، وذلك خلال زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي. نتابع تقرير يحمل المزيد من التفاصيل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير المصري بالخرطوم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرا سيادته إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل والترابط التاريخي بين مصر والسودان ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية من أجل شعبي البلدين. كما أشار السيد الرئيس إلى متابعة سيادته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميا ودوليا، مؤكدا سيادته مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبا بكافة الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. من جانبه أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدا في هذا السياق بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدا حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل. كما استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. أكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية والري مصر والسودان وإثيوبيا لبحث كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وانتهى الاجتماع لقرار بأن يوجه الجانب السوداني الشقيق بوصفه الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع تهدف لاستكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة التي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعدادها خلال جولة المفاوضات الأخيرة. اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي قرارا بالإجماع يدين عمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وشدد القرار على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الدول الداعمة للإرهاب والمتورطة في نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا بدوافع أيديولوجية ومادية. وصرح السفير المصري بأن القرار يأتي في ضوء الجلسة التي عقدها المجلس لمناقشة التداعيات الأمنية الخطيرة المرتبطة بزيادة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى إفريقيا، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس أجمعوا على أن تلك الظاهرة تساهم في زيادة وتيرة النزاعات المسلحة في القارة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمد الشهوي مستشار كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية. أرحب بك سيادة اللواء. وقرار بالإجماع يدين عمليات نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، يعني ما النتائج التي قد تترتب على هذا القرار المتخذ؟ أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. نحن نعلم أن هناك خطورة كبيرة من نقل المقاتلين الأجانب إلى إفريقيا، وخاصة الميليشيات المسلحة التي تقوم تركيا بنقلها من سوريا إلى ليبيا. ده كل ذلك بيؤدي إلى زعزعة الاستقرار ليس في ليبيا فقط ولكن في كل القارة الأفريقية. مجلس السلم والأمن الإفريقي لمصر منذ أمس وهو يوم الخميس تسلمت رئاسة هذا المجلس، ولها أولوية في ظل رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي. الأولوية الأولى هي، وده لأول مرة يعني تناقش، وهو عدم نقل الإرهابيين الأجانب والجماعات الإرهابية من أي بؤرة فيها توتر إلى إفريقيا. المحور الثاني أو الأولوية الثانية هي مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى دراسة استحداث قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب. والرئيس عبد الفتاح السيسي هو من قام بالمناداة بذلك أثناء ترأس مصر للاتحاد الإفريقي في 2019. أيضا التأكيد وتعزيز ملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا وخاصة في مرحلة ما بعد النزاعات. نعم. عندنا مصر برضو كان لها دور كبير في ملف مبادرة إسكات البنادق في القارة الأفريقية، لأن عندما يتم إسكات البنادق بيكون هناك فرصة للتنمية وللبناء والعمران في القارة الأفريقية كلها. وأيضا في هذا الإطار من ضمن أولويات مصر خلال هذا الشهر هو دور المرأة في السلم والأمن الإفريقي وتمكينها. نحن نعلم أنه يوجد 15 بلد إفريقي موجود في مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي يهدف هذا المجلس إلى تعزيز السلام، الأمن، الاستقرار في إفريقيا، منع النزاعات وبناء السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات. ونعلم أن مصر بتستضيف مركز إعادة الإعمار ما بعد النزاعات موجود هنا على أرض القاهرة. كل ذلك بيؤدي إلى عدم يعني تواجد عنف أو تجدد أعمال العنف. مصر دائما ما تقوم بالدعم، الدعم الدول الأشقاء، الدول الإفريقية الأشقاء، وكذلك بناء القدرات الأمنية. بنجد في كل المعاهد والكليات العسكرية المصرية بنجد هناك يعني عدد من الضباط الأفارقة
بيقوموا بالدراسة في مصر، لأن مصر هي دائما يدها مع إفريقيا، وهناك تعاون وثيق مع كل الدول بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، كنت معنا عبر الهاتف. نذهب إلى تنزانيا، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في انتخابات رئاسية أعربت المعارضة عن مخاوفها العميقة من التلاعب بنتائجها واندلاع أعمال عنف دامية. قال مكتب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن الرئيس يخضع للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا. وتعتبر جنوب إفريقيا هي الدولة الأكثر تضررا في القارة الإفريقية، حيث تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف حالة وقاربت الوفيات نحو 20 ألف وفاة. وبلغت حالة الإصابة الجديدة في أواخر شهر يوليو الماضي قبل أن تنخفض بشدة جراء عمليات الأغلاق المشددة وإغلاق حدودها أمام الوافدين لمدة 6 أشهر. أعرب نائب رئيس زيمبابوي كونستانتين شوينغا عن شكر وتقدير بلاده لللفتة الكريمة من القيادة المصرية لشحنة المساعدات التي قدمتها مصر مؤخرا لبلاده لمواجهة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال استقباله النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوي وزير الصحة السفير المصري في هراري محمود عامر لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الصحة. وأعرب المسؤول الزيمبابوي عن رغبة بلاده في الدخول في شراكات مع القطاعين الخاص والعام المصريين الذين يعملون في المجال الصحي من أجل دعم وتطوير القطاع الصحي في بلاده لما تمتلكه الكوادر المصرية الرائدة في المجال الصحي على مستوى القارة الإفريقية من خبرات وقدرات تسعى بلاده للاستفادة منها. تشهد القارة الإفريقية تناميا منذ بداية عام 2020 فيما يخص تهديد تنظيم داعش لعدد كبير من دول القارة السمراء. التنظيمات الإرهابية كثفت من هجماتها المختلفة سواء على المدنيين أو على المنشآت العسكرية وأيضا قوات مكافحة الإرهاب، وتحديدا في غرب وجنوب القارة الإفريقية. ويثير ذلك تساؤل عدة حول أسباب تزايد هذه الهجمات وماذا يمكن أن يحدث للوضع في المستقبل في هذه الدول. فخلال شهر سبتمبر الماضي على سبيل المثال كان هناك تصاعد غير مسبوق في النشاط الإرهابي بالقارة الإفريقية، وصل 85 عملية إرهابية أسفرت عن سقوط 346 شخص وإصابة أكثر من 200 شخص آخرين. جماعة بوكو حرام على سبيل المثال في نيجيريا شنت مجموعة من الهجمات الإرهابية بلغت حوالي 25 عملية في منطقة بحيرة شاد غرب القارة الإفريقية، كان نيجيريا منها نصيب بلغ حوالي 16 عملية إرهابية، هذا بالإضافة لهجمات أخرى في مجموعة أخرى من البلاد. هذا المشهد وهذا التصاعد للتنظيمات الإرهابية تحديدا تنظيم داعش، ما هي نتائجه وآليات التعامل مع ظاهرة الإرهاب من خلال قوات مكافحة الإرهاب وغيرها، هو ما سنناقشه في هذه الفقرة الحوارية من برنامج أفريقيا، ومعي فيها ضيفي الكريم الأستاذ ناصر رفاعي الباحث السياسي النيجيري. أستاذ ناصر برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذ ناصر دعنا في البداية نتابع تقرير حول موضوعنا ثم نبدأ النقاش. مشاهدينا نتابع التقرير. ضمن أسوأ موجة عنف في الشارع تشهدها نيجيريا منذ عودتها إلى الحكم المدني في 1999، أغلقت عصابات مسلحة بأسلحة بيضاء وعصي شوارع رئيسية في مدينة لاغوس أمس الجمعة. هذا التطور جاء في إطار غضب الكثيرين من خطاب ألقاه الرئيس النيجيري محمد بوخاري امتنع فيه عن التنديد بقتل محتجين يطالبون بإنهاء ما يصفونه بعنف الشرطة.
لكن قوات الأمن استعادت تدريجيا السيطرة على مدينة لاغوس، وكان يسمع دوي إطلاق نار بشكل متقطع بعد 3 أيام من أعمال العنف والاحتجاجات الشعبية جنوبية نيجيريا في أخطر أزمة سياسية تواجه الرئيس بوخاري الذي وصل إلى السلطة عبر صندوق الانتخابات في 2015. وقالت الشرطة إنها تسير دوريات في أحياء المدينة حفاظا على سلامة السكان، وطلبت منهم البقاء في المنازل محذرة من أنها لن تسمح لأحد بتعريض سلام الدولة وأمنها للخطر. وعمد رجال الشرطة الذين كانوا يستقلون شاحنات تابعة للشرطة ويحملون بنادق كلاشينكوف إلى فحص السيارات القليلة في الشوارع وتفريق المواطنين الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم سيرا على الأقدام بعد فرض حظر التجول التام. وفي الأحياء الشعبية تراجع التوتر أيضا بعد قمع الجيش والشرطة آلاف المتظاهرين في لاغوس، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص بحسب منظمات حقوقية. ودعا عدد من المنظمات والمشاهير إلى التهدئة، لافتين إلى أن المعركة يجب أن تجرى في صندوق الاقتراع وليس في الشوارع. وحث التحالف النسائي، وهو حراك يشارك في قيادة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة، حث الشباب على البقاء في منازلهم مؤكدا ألا روح تستحق أن تزهق. مرة أخرى بضيف الكريم في هذه الحلقة الأستاذ ناصر رفاعي الباحث السياسي النيجيري. أستاذ ناصر أرحب بك، ويعني ما هي مؤشرات تنامي تهديد تنظيم داعش الإرهابي في القارة الإفريقية في الفترة الأخيرة؟ كيف تابعت هذا النشاط؟ طبعا يعني المنظمات الإرهابية المختلفة التي يعني تتواجد في ربوع أفريقيا وخاصة غرب أفريقيا وجنوبها وشمالها أيضا، لكن يعني هذه المشكلة يعني أكثر ممكن من 12 عاما بخصوص نيجيريا والدول المجاورة لها. يعني هذه الدول التي وخاصة الدول التي مجاورة لنيجيريا يعني ممكن نقول كان من الممكن أن يقضى على هذه المنظمات، وخاصة دولة يعني منظمة بوكو حرام الإرهابية التي كانت يعني يعاني منها نيجيريا وتشاد وكاميرون ونيجر وبقية الدول البعيدة عن حدود نيجيريا. لكن المشكلة الأساسية بالنسبة للدول الأفريقية الذي وصلها إلى عدم مكافحة هذه المنظمات الإرهابية هو عدم بنية تحتية الأمنية الحقيقية في دول كثير من دول الأفريقية، وخاصة دولة مثل دولة نيجيريا التي تعتبر من يعني القوة العظمى بالنسبة لغرب أفريقيا بالأخص والأفريقية بالعام. لكن نيجيريا كانت تعاني كل مرة وأكرر هذه الجملة، كانت بتعاني من منذ استقلالها من عدم الاستقرار السياسي في البلد، وهذا ما سببه الفساد المنتشر في كل ربوع نيجيريا. لكن يعني في بمجيء الرئيس الحالي في 2015 بيحاول ان يحارب هذا الفساد، لكن الفساد هذا يعني اكبر من مجرد حكومه ان تحاربه بنفسها، لكن يعني محاربه الفساد يحتاج الى تكاتف المجتمع باكمله لكي يعني يقضى على هذا الفيروس الذي هو يعني
أخطر من فيروس كورونا الذي نعيشه حاليا في نيجيريا. طيب بالإضافة للسبب اللي ذكرته أستاذ ناصر، يعني هل ترى أن هزيمة تنظيم داعش تحديدا في دول زي سوريا والعراق أدى بهم للتوجه لقلب القارة الإفريقية تحديدا، وربما الاندماج مع تنظيمات أخرى، وأيضا انشقاق بعض العناصر من تنظيمات ربما كانت معادية مثل القاعدة وانضمامها لتنظيم داعش في هذه المناطق؟ والله ممكن نقول هذا من الدلائل او من يعني اسباب التي ادت فعلا الى تفاقم هذا العزمه في الدول الافريقيه، لان فعلا يعني منظمه زي داعش وغيرها من الدول من المنظمات الارهابيه يعني 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 اوتي بها من سوريا والعراق الى دول ممكن نقول دول أفريقيا وخاصة ليبيا التي يعني كل العالم يشاهد يعني ما تأتي يعني هذه الآلاف من المرتزقة المقاتلين الأجانب الذين أوتي بهم إلى ليبيا، ومن ليبيا دخلوا إلى دول أفريقيا وخاصة دول أفريقيا التي يعني ممكن نقول يعني حشاشة بالنسبة للأمن. أنا لا لا يعني أنا أتذكر التفاقم الأزمة في نيجيريا كان بسبب يعني تساقط دولة ليبيا لما قتل معمر القذافي، لأن أغلبية المقاتلين في تلك الفترة دخلوا عن طريق تشاد التي لها حدود مع ليبيا ومن هناك إلى نيجيريا، هذا أدى إلى تفاقم الأزمة، وكان يعني الفساد كمل على الأزمة بالنسبة للمجتمع يعني المجتمع النيجيري. لكن الآن فعلا يعني زي ما المثل بيقول الحذر عفريت يصرف، العفريت الآن يعني هو يعني وجد مكانا يعني دافئا له، خروجه من هذه الدول ليس بالأمر السهل، وخاصة الدول الغربية بعض منها يعني يستفيد من عدم الاستقرار في بعض الدول الأفريقية. نعم، لكن في نفس الوقت هناك جهود دولية وقوات لمكافحة الإرهاب، لماذا لم تنجح هذه القوات حتى الآن في التقليل من هذه التنظيمات ومن خطورتها على دول القارة الإفريقية؟ يعني لماذا نجد دائما ضعف من قبل هذه القوات وهجمات متكررة من العناصر الإرهابية عليها؟ هذا ما نقول فعلا، لو كان هذه الجهود يعني جهود حقيقية فعلا لإخراج هذا المرتزقة من تلك الدول كان فعلا يعني خرجوا من سنين يعني كثيره، لكن نعرف ان الدول كلها يعني مصالح، في بعض الدول التي تريد ان تصدر يعني او تبيع الاسلحه وخاصه الاسلحه الفتاكه للدول التي تقاتل بعضها البعض، لذلك لا تريد ان تنتهي هذه الازمه، وبالتالي عدم وجود بنية تحتية أمنية أو عسكرية بالأولى يعني في الدول الأفريقية أدى إلى تفاقم هذه الأزمة، وبالتالي الدول الغربية إذا يعني أنهت هذه الأزمة يعني بأسرع وقت كان هذا يؤدي إلى استقلال هذه الدول على استقرارها واستقلالها أيضا، لأن حتى الآن لم تستقل يعني استقلالا تاما من دول المستعمرة، لكن هذه الدول المستعمرة تريد استمرار يعني استعمارها لهذه الدول واستنزاف الثروات الموجودة في هذه الدول، خاصة نيجيريا التي هي تعتبر من الدول المصدرة للنفط. هذا النفط فعلا يعني أصبح كارثة بالنسبة للدول الكثيرة مثل نيجيريا وليبيا وبعض الدول في أفريقيا، أصبح نقمة بدلا ما أن يكون نقمة في هذه الدول، لأن نيجيريا قبل أن تجري النفط عندها كان كلها متجهة إلى الزراعة، وأول ما وجد النفط في نيجيريا يعني ألغي الزراعة، لذلك نيجيريا تعاني جدا من هذا يعني فيروس. طيب استاذ ناصر، دعنا نتابع هذا الفاصل الذي يتحدث بشكل مفصل عن ابرز التنظيمات الارهابيه وتوغلها في منطقه غرب افريقيا، ثم نعود لمتابعه النقاش. We'll be right back.
مرحبا بكم مرة أخرى وبضيفي أستاذ ناصر. كان حدثنا عن ما يتسببه هذا الانتشار للتنظيمات الإرهابية، لكن مخاطر هذا التواجد وهذا التمدد وارتفاع وتيرة الهجمات كما ذكرنا، لو تحدثنا عن نيجيريا بالتحديد كدولة من الدول التي تعاني من هذه المشكلة، يعني ما المخاطر التي تتعرض لها الآن في إطار تصاعد الهجمات الإرهابية؟ الأخطار متعددة جدا بالنسبة للمجتمع النيجيري، لأن نيجيريا الآن تعاني من يعني خطورة يعني من 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 كذا ناحية. أولا سياسيا، هذه المنظمات استغلت السياسة الموجودة القائمة في نيجيريا، سياسة الفساد والرشاوي وهكذا، استغلت هذه الظروف حتى تمكنت من التوغل واستقطاب الشباب النيجيري لكي يعني عن طريق يعني إغرائه بأنه سوف يحصل على حقوقه إذا يعني إذا تمكنت هذه المنظمات من كما يقولون يعني حكم الإسلامي في البلد. لذلك كثير من الشباب انقادوا وراحوا وساندوا هذه المنظمات. لذلك هذه يعني أزمة لا تنتهي إلا بعد يعني قضاء على الفساد شبه تام، يعني ليس هناك دولة تقدر أن تقضي على الفساد. يمكن يتسبب ذلك في عنف طائفي إذن في داخل البلاد، ومن ذلك بالضبط، ومن ذلك بقى يعني النزاعات الطائفية والدينية أيضا كلها انتشرت، وخاصة ما حصل مؤخرا في خلال أسبوعين اللي فاتوا يعني في نيجيريا كان في هناك يعني مطالب أو يعني مظاهرات السياسية التي تطالب بالقضاء على البطالة في البلد وقضاء على الفساد أيضا، لكن أهل الشر استغلوا وأعتقد منهم هذه يعني عناصر من هذه العصابات استغلوا هذه المظاهرات ودخلوا فيها طبعا وأفسدوا ما أفسدوا في نيجيريا. دلوقتي نيجيريا يعني يقدر بأن خسائرها في هذه المظاهرات يعني أكثر من حوالي 2 مليار دولار، وهذا ليس قليلا، لأن نيجيريا كمان يعني تحاول أن يعني تجد حلولا للبطالة التي يعني يعاني منها الشباب في نيجيريا، لكن هذه الأزمة أيضا تفاقمت أو يعني أحدثت تضررا كبيرا بالنسبة يعني الشعب النيجيري. وسياسة الحزب الحاكم الآن يعاني أيضا من التجاذبات التي تحدث بالنسبة للمعارضة التي تقول أن هذا الحزب الحاكم لا يقدر أن يقود نيجيريا إلى بر الأمان. يعني كل هذه يعني فعلا يعني نقول تأثير هذه المنظمات التي لم تقدر الحكومة على القضاء عليها منذ 12 عاما، مع أن كان في البداية هذه المنظمة كان بدأت يعني بعناصر قليلة جدا التي ممكن أن في خلال أسبوع يعني يقضى عليها، لكن الفساد الذي نقوله كل يوما لازم نقضي عليه أولا قبل أن نقضي على كل يعني فيروسات الموجودة. نعم. في الأفريقية. إذن ما هو أو ما هي السيناريوهات المنتظرة لتواجد يعني الجماعات الإرهابية المختلفة أو التنظيمات الإرهابية داخل قارة إفريقيا؟ هل السيناريو الأرجح هو تنامي هذه التنظيمات أو حدوث صراع بينها على السلطة وعلى التمدد، أم ربما قدرة القوات المختلفة على إجهاض مخططاتها في دول القارة؟ هذا يحدث دائما بين سواء بين المنظمات بينها وبين بعضها، لأن حتى بوكو حرام في نيجيريا انشقت ممكن الآن إلى 3 أقسام ليس قسمين، كان من فترة من حوالي 2 كانوا انقسموا 2، لكن الآن أيضا في يعني القسم انقسم من القسم الثاني بقوا يعني 3، كله طبعا كله يعني هذه الاختلافات التي تحدث فيما بينهم، لأن كلهم في الآخر يقولون أنهم يسندون إلى الإسلام الذي هو بريء كل البراءة من هذه المنظمات. التنامي هذه المنظمات أنا أعتقد أنه لا ينتهي إلى أجل قريب على الأقل، لأن الخلافات والنزاعات السياسية ما زالت موجودة في دول أفريقيا. أقرب مثال الدول التي تعاني من هذه الهجمات الإرهابية دولة مالي ودولة النيجر، كل هذه الدول فيها صراعات سياسية التي في الآخر يعني تؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة. وأيضا يعني الكوديبو أو سهل العاج إلى الطريق، لأن الرئيس الحالي أيضا يعني يحاول أن يلعب بالدستور لكي يستمر، هو نسي ما يعني ما أريك من الدم قبل ما أن يأتي هو على السلطة، لكن هذا هو يصر على أنه سيكرر الكرة
مثل ما حصل من حوالي 8 سنوات. لذلك عدم الاستقرار السياسي في دول أفريقيا هذا من أسباب التي تؤدي إلى تفاقم. إذن ربما الحل يبدأ من الداخل الإفريقي قبل اللجوء لفكرة قوات مكافحة الإرهاب وغيرها. الاستقرار السياسي هو الأساس. نعم. مثل ما حصل في مصر. نعم. مصر يعني كانت بتنادي كل دول العالم لكي تستندها في محاربة الإرهاب، لكن كانوا يعني يعتبرون أن هذا يعني لكن مصر البداية إذن داخليها. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ناصر الرفاعي الباحث السياسي النيجيري، شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج أفريقيا. مشاهدينا ألقاكم في الأسبوع القادم، ولقاء يتجدد كل خميس لمتابعة أخبار القارة السمراء وأبرز الموضوعات بها. فإلى اللقاء.